بسؤال فني بحت، منو أصعب مواجهة من المواجهات الثلاثة للقوة الجوية؟ أنت رأيك الشخصي. يعني أنا أعتقد كربلاء الشوط الثاني اليوم صعبة كانت. نعم صعبة، طرد لاعب، طرد صحيح؟ يعني بقى تقدير للحكم. هو أنا أسأل عن رأيك. يعني هو أكيد إنذار، إنذار ثاني، لكن أنا اللي شفت يجب أن يأخذ إنذار أصفر وليس أحمر. إجا طا إنذار أحمر، بالتالي هو عند إنذار أصفر. ممكن كان أصفر لنا متساوي اللاعبين، ما كانوا على خطأ يعني آخر لاعب هو سوى لا هو اللاعب ويلسون وأعطاه إنذار، بالتالي التقدير أول تالي الدكتور عصام، كل احترام التقدير. فمباراة كربلاء خاصة الشوط الثاني نعم كان صعب، أصعب من القاسم والنجف. نعم أكيد فني. أكيد أكيد زين أكيد أكيد. الآن غادر حقبة المشرف وتحدث معي كمحلل فني إن شاء الله حتى نناقش بقية المباراة. الزوراء يعود إلى سكة الانتصارات ويهزم زاخو بهدفين مقابل هدف، شلون شفت المباراة؟ يعني أكيد شوف الزوراء لديه استقطابات أكثر من رائعة هذا الموسم، والكل أعطى أدفانتج للزوراء على أن يكون رقم صعب في الدوري. استهل مشواره بفوز على الصناعة 2-0 على أرضه أمام جماهيره، وبالتالي